ظهر احد المفكرين الاسلاميين على شاشة التلفاز وقال ان عبارة لا اجتهاد مع النص فيها تعسف وتضييق على الناس في الوقت الحاضر، لان هذه النصوص لا تتمشى في بعض الاحيان مع روح العصر. هذا مقال خطير ومنكر واضح، والكلام صحيح. لا اجتهاد مع النص، قد اجمع العلماء على ان الاجتهاد محله عند عدم النص اذا خفت النصوص وصار الناس الى الاستنباط والقياس، هذا محل الاجتهاد. واما اذا وجد النص من كلام الله او سنه الرسول عليه الصلاه والسلام فليس هناك محل الاجتهاد. والشريعه جاءت لعصر النبي صلى الله عليه وسلم ولما بعده من العصور الى يوم القيامه، ومبعوث الى يوم القيامه للناس كلهم الى يوم القيامه. فلا يجوز لاحد ان يخالف النص الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولا يجوز ان يقال انه لا يتمشى مع روح العصر وما هي روح العصر. يجب ان تخلع روح العصر لكلام الله وسنه النبي. واما يخلع كلام الله وكلام رسوله للعصر هذا باطل، هذا منكر، ولا يقوله من يعقل عن الله ولا من يؤمن بالله واليوم الاخر. فهذا يقول لنا انسان اذا كان روح العصر ما لا تخضع لتحريم الام او تحريم البنت او تحريم الاخت، ولا متى يمسح امه واخته، هل يجوز هذا ان يقال قائلا؟ او ان روح العصر ينبغي فيها ان يجمع الرجل بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها، ويذكر النص الذي حرم ذلك، من يقول هذا؟ او النص جاء بخيار البيعين فلا باس ان يهدر ذلك لان حاجه ماسه الى عدم الخيار او ما اشبه ذلك، او يقول الحاجه ماسه الى ابطال الرضاع ولا يشرع الرضاع ولا يكون الحكم، لان روح العصر تقتضي التوسع في الزوجات والتوسع في النكاح، وان ينكح الانسان رضيعته اخته من الرضاع وعمته من الرضاع وامه من الرضاع، من يقول هذا؟ النص حاكم على الناس، ولا يجب ان يحكم على النص بقول احد من الناس ولو باقوال الصحابه. حتى الصحابه افضل الناس، اذا خالفوا النص وجب الاخذ بالنص وترك قول من قال من الصحابه بخلافه، وهو اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بعد الانبياء. اذا قال واحد قولا والنص يخالفه وجب ان يؤخذ النص الثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وان لا يؤخذ بقول الصحابي، لان القصارى انه جهل النص وخفي عليه وليس بمعصوم، والنص معصوم فوجب الاخذ بالنص. والحاصل والخلاصة أن قول هذا القائل إن قول العلماء لا اجتهاد مع النص إنه كلام ليس على إطلاقه، وأنه لا مانع من مخالفة النص إذا كان لا يتمشى مع روح العصر، هذا كلام باطل، بل صاحبه على خطر من الردة عن الإسلام.